السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ونستكمل حلقتنا مع الشكر الجزيل لجمعية إشراق على إتاحة هذه الفرصة الجميلة لنا. إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، الموضوع لأهميته. أتمنى إن شاء الله يا ربي يكون عندكم ساعة صدر وتستحملنا فيه، عن الاضطراب الوجداني ثنائي القطب في الأطفال المراهقين، يعني bipolar mood disorder in young children and adolescents. طبعا الاضطراب الوجداني ده احنا فاهمين عنه، الفهم بتاعنا حاجه بسيطه قوي، ان الاضطراب الوجداني عندنا ايه، ابيض او اسود، يعني بين قطبي دائره. اضطراب الوجداني ثنائي القطب، اما مرح شديد، يعني مرح شديد يعني فرحان وطيران في الدنيا وهيصان وما شاء الله عليه في الاعلى، او اكتئاب نازل في الارض ومش متفاعل ومنزوي ومنطوي لغايه الانتحار والعياذ بالله، يعني الاثنين. فايه موضوع الاكتئاب الوجداني بقى؟ احنا النهارده مش هنتكلم عن الاكتئاب الوجداني العادي، احنا هنتكلم عن فئه مميزه، الاطفال والمراهقين برضو. ولاحظوا الفتره اللي فاتت حتى كان عندنا الحلقات اللي فاتت عن الاكتئاب في الاطفال والمراهقين، لان هم دول الثمره بتاعتنا، هم الثروه بتاعتنا اللي احنا كلنا بنطمع بفضل الله سبحانه وتعالى ان تبقى ثمره ناجحه تنفعنا في الدنيا وفي الاخره. ايه مشاكل بقى الاضطراب الوجداني؟ في مقدمه كده خايفه لازم نفهمها. في الاضطراب الوجداني في الاطفال، الاطباء النفسيين بقى عندهم شويه مشاكل كده في العياده. اول حاجه ان المريض هو الطفل، لكن مين الزبون بالمثل المصري؟ مين اللي جاي؟ مين الزائر؟ الاب والام. فانت عندك في كونفليكت كده او في صراع بين يا ترى هنرضي الاب والام في اللي عاوزينه، ولا بنعالج الطفل في المشاكل بتاعته؟ ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في الغالب في الغالب الاطفال ما عندهمش ادراك وعي قوي لحالتهم العامه، مش مجانين، بس فكره ان الطفل يا ترى هو انا مش منتظم، انا مش منضبط، انا عندي خلل، الطفل ما يستوعبش دي قوي. فللاسف بناخدها برده من عين الاب والام. ايه كمان؟ معلومات دايما في العياده النفسيه يقول ايه، بيقول مصدر المعلومه يكون مثلا المريض نفسه او المرافق المريض. لا، احنا النهارده للاسف معلوماتنا كلها معتمدين على رقم واحد لغايه 10 مش المريض، بعكس في الطب النفسي الطبيعي ان يكون المريض رقم واحد او في الغالب رقم 2. لا، النهارده المريض قد يكون رقم 5 او 6، قد يكون المعلومه عند الاول من الاب والام، قد يكون من الاخوات، قد يكون من المدرسه، قد يكون من الاخصائي الاجتماعي بتاع المدرسه، ربنا يعافينا، قد يكون من رجل الشرطه اللي جايب الطفل ده المضطرب حالته والعياذ بالله مثلا لمين؟ للعياده او للمركز الصحي اللي بشتغل فيه او المصحه النفسيه اللي بشتغل فيها. يبقى دي برضو حاجات المقدمات اللي لازم نفهمها. المريض ما بيجيناش مباشر كده السلام عليكم انا جاي، بعكس المريض الادلت البالغ العاقل اللي حتى عنده اضطراب وجداني في الغالب ممكن يجينا بنفسه. برضو في حاجه مهمه، رد فعل البيئه. البيئه لها تاثير جدا، زي ما قلنا في المرات السابقه ان اسباب الامراض النفسيه كلها قد يكون اسباب عضويه جينيه وقد يكون اسباب بيئيه، وقلنا ان البيئه احيانا بتكون اشد في التاثير من الجين نفسه. طيب ايه بقى الحاجات برضو اللي عشان نوضحها؟ للاسف في بلادنا العربيه كلها، معظم البلاد العربيه، الاحصاء الكامله عن الاضطراب الوجداني ما عندناش اعداد واضحه قوي. ساعات بنعديها كده في بيوتنا، الواد بيتحرك، الواد شقي، ده ابوه كان بالشكل ده يا دكتور، ده مامته والله كانت مغلبه الجيران وهي صغيره، يعني بنشوفها، لان احنا كلنا برضو بنهرب من حته مين؟ بلاش الطب، بلاش المرض، ما بنحبش ابدا كلمه مريض ابدا بحال من الاحوال، فدي برضو لازم نلاحظها. ثاني حاجه برضو الاختلاط بتاع العوارض كلها مع مين؟ مع الديفلوبمنت الطبيعي، مع النمو الطبيعي. ما احنا عاوزين ابننا ايه؟ عايزين ابننا يجري ويلعب ويتنطط ويضحك ما شاء الله ويفرح بيه. بس الفارق بين الطبيعي واللي مش طبيعي هي الشعره الدقيقه اللي هنتكلم فيها في العياده. يعني هنقول دايما كلمه حلوه قوي بقولها لكل زوار في العياده، بقول انت للام او الاب، انت او انت لما تقولي تقول ابني او بنتي مطلع عيني اقول الحمد لله، الحمد لله ان ما فيش مصيبه كبيره. في مشاكل، لكن بعكس ما تيجي الام او الاب يقول ايه ده ابني ما شاء الله عليه دكتور او بنتي، بحطه في الكرسي بيلزق ما يتحركش الا لما اقول له قوم اتحرك تاني، اقول سترك يا رب، كده في مصيبه. التفاعليه مش موجوده. ما هو الطبيعي في الطفل ايه؟ الطبيعي في الطفل يتحرك ويجري ويتنطط ويكب ويوقع ويخبط ويكسر، ده طبيعي كله. طب ايه الفاصل بينه وبين المرض؟ ده اللي هنتكلم فيه وده اللي لازم نفهمه. والمقدمه دي مهمه جدا عشان ما نجريش كلنا نشخص ايه؟ دكتور ولادنا كتير جدا في العياده، انا مثلا بيجي في اليوم يقل عن 7 أو 8 اطفال في المستشفى، اطلعهم كله يا جماعه ما تخافوش ابنكم سليم روح. يا دكتور اقول له يا ابني انا اسهل حاجه عندي اقول لك ابنك مريض. الصعب في الطب انك تقول لحد انك سليم، لكن السهل ان اقول لحد انك مريض، صدقني
لان المريض سهل علامه اداها خمس ست علامات، شكرا انت مريض مع السلامه روح. لكن اقول لك انت سليم وتحمل مسؤوليه انك سليم النهارده، دي اصعب شويه في الطب. فعشان كده لازم نفهم المقدمه دي. برضو في حاجه كمان، ان الاعراض بتاعه الاضطراب الوجداني بتختلط مع حاجات كتير قوي. يعني لما نسمع الاعراض ونشوفها هنقلق، يا دكتور هو ده اضطراب وجداني ولا فرط حركه؟ صدقوني هتلاقي فيه ميكس جامد، او شوف صوابعي عامل ازاي، لا ده فيه ميكس كده مشبك معشق مع بعضه، الاضطراب الوجداني مع فرط الحركه وتشتت الانتباه. الاضطراب الوجداني فيه تشابه مع حاجات كتير قوي، في تشابه ربنا يعافيكم مثلا مع بعض حاجات التعاطي والعياذ بالله، في تشابه مع بعض حالات الانكزي التوتر بس العصبي العام، فبرضه هنشوفها كلها ونستعرضها واحده واحده بالتدريج. المقدمه دي كانت مهمه عشان نفهم احنا داخلين على ايه. في حاجه بقى مهمه كمان، ان بنقول دايما التشخيص المبكر للاضطراب الوجداني مهم جدا عشان نفرق بينه وبين فرط حركه وتشتت انتباه. لازم نفرق بين الاثنين لان العلاجين مختلفين. تخيل في واحد بديله الادويه المنبهه المحفزه المشعشعه للذهن والتركيز، واحد بديله الادويه المثبطه. فتخيل لو حصل غلط في التشخيص، يعني لو شخصت حاله فرط حركه على انها اضطراب وجداني لخبطت الدنيا كلها. طب لو هو كان اضطراب وجداني وشخصته على انه فرط حركه برضه لخبطت الدنيا كلها. فالاثنين متداخلين مع بعض قوي. طيب في حاجه بقى مهمه نفهمها، البايبولار ديس اوردر عندنا شقين كبار جدا منها، في عندنا شق المرح المانيا او الهايبومانيا، وفي عندنا شق الدبريشن. لكن في النص في حاجات تانية، في ناس بيبقى عندهم اللي هي التعدديه، شكله يقول لك ده فلان ده مخبي كل يوم بحال. كل يوم بحال دي كلمه لها معنى حقيقي، اللي هي الرابيد سايكلر او السايكلوثايميك، يعني كده دواير مع بعضها، الصبح زعلان الظهر خربان مش عارف، دي دايره مع بعضها بيسميها سايكلوثايميك او رابيد سايكلرز، يعني بيتحول بسرعه. بعكس مثلا المانيا او الهايبومانيا في شق، او الدبريشن اللي هي الاكتئاب في شق تاني، برضه لازم نفهمها. يعني ساعات كان في احد العلماء اسمه كليكسال كان مقسمها 9.5 نوع من انواع البايبولار ديز اوردر، تسع درجات ونص، بايبولار 1 بايبولار 2 بايبولار 1 بايبولار 1 هاف بايبولار 2 بايبولار 2 ان هاف بايبولار 3، تسع حاجات مختلفه. فاحنا بديكم الحاجات البسيطه اللي نقدر نطلع منها ايه بمعلومه كويسه. في سؤال بيقول اذا انا في اشوف نفسي تشتت الانتباه وفرط حركه اروح فين عشان التشخيص؟ احنا بتروح بيجي العياده النفسيه بيشرفنا، بنعمل حاجه اسمها سايكومتري. ايه السايكومتري ده؟ اللي هي المقاييس النفسيه لفرط الحركه وتشتت الانتباه. دي مقاييس بتتعمل، المقاييس دي مهمه جدا عشان خاطر نشخص. زي مثلا المريض الطبيعي اما يجي الدكتور يقول انا شاكك ان عندي سكر، اتفضل روح المعمل نعمل تحليل. فانا بقول للمريض اللي عندي اتفضل الاخصائيه النفسيه عشان نعمل لك مقاييس تحدد درجه فرط الحركه او تشتت الانتباه ايا كان النوع بتاعهم. طيب عندنا البايبولار، في عندنا اهم حاجتين منهم بايبولار 1 وبايبولار 2، ده المشهورين جدا اللي هي فكره الاضطراب الوجداني الثنائي القطبيه اللي فيه مانيا او اكتئاب، او اللي فيه هايبومانيا او مرح ذهاني، واللي فيه اكتئاب او ما فيش اكتئاب. عندنا الشقين لازم نفهمهم. اول حاجه ان هو البايبولر اضطراب الوجداني الثنائي سادس مرض على مستوى العالم مسؤول عن الاعاقه الانتاجيه. يعني ده على مستوى عام كده، لما نسبب الامراض نعد الامراض اللي تسبب اعاقه انتاجيه. خيوك الاعاقه مش ان اكون مشلول لا قدر الله او عندي جلطه، في حاجه اسمها اعاقه انتاجيه، ودي اهم من الاعاقه المرضيه. في ناس مثلا يعني بيبقى عندهم شلل عضوي، شلل اطفال، حاجات من دي، لكن بينتج. لكن بتكلم في الاعاقه الانتاجيه، سادس مرض على مستوى العالم يعيق انتاجيا هي الاضطراب الوجداني الثنائي القطبيه. في الابحاث الحديثه احنا بنقول ان النسبه بتاعه الاضطراب الوجداني من 1.5 لغايه 5%، يعني برضو من كل 100 مريض ممكن تلاقي 5، او من كل 100 طفل او مراهق ممكن تلاقي 5 عندهم اضطراب وجداني ثنائي القطب. يعني نسبه مش صغيره، نسبه كبيره. يعني تخيل لو الخمسه ده هم لو وزعناهم على 4 فصول، يعني كل فصل او 5 فصول، يعني من كل 20 واحد في واحد بس اضطراب وجداني ثنائي القطب، ده ممكن يجنن الفصل كله. يعني ممكن يخلي الفصل كله فعلا متجنن او مش مرتاح او مش مبسوط، ويخلي المدرسه تطلع عنطورها او المدرس يطلع عنطوره في الفصل. في عندنا حاجه مهمه في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، ان الناس نفسها 6% من الاطفال بيبدا عندهم الاضطراب الوجداني في الاطفال قبل سن 20 سنه. 6% قبل سن ال 20 سنه، وقلنا قبل كده السن الصغير ده يا جماعه مهم جدا، لازم تكون عينينا فيه بتراقب وبتتابع اولادنا. طيب التوحد يجي معاه اضطراب او لا؟ هو التوحد مخصوص شويه مميز شويه، التوحد بيجي معاه يعني دايما ما بنحطش تشخيص جنب كلمه التوحد بصراحه، يعني غالبا
كلمة توحد ما بنحطش معاها تشخيصات إضافية، لكن بنقول توحد قياسي أو غير قياسي، يعني childhood autism أو atypical autism. لكن ممكن التوحد يكون معاه قلق، ممكن معاه توتر، ممكن معاه عصبية. التوحد هيبقى له حلقات جاية إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها. عندنا 10-20% من الناس اللي عندها اضطراب القياس القطب قد يبدأ قبل سن العاشرة، يعني قبل سن 10 سنوات ممكن يبدأ الاضطراب الوجداني اللي هي البايبولر مود ديس اوردر. قبل سن 10 سنوات عندك 20% من المرضى ممكن يقول لك في السن. عشان كده ساعات بيجي لنا في العيادة مثلا 7 أو 8 سنين ولا حاجة ويقول لك البنت بتتحرك كتير أو الولد بتتحرك كتير ومش مركز ومش مش مستوعب، فتبقى أنت تايه هي ADHD ولا بايبولر مود ديس اوردر. فلازم تكون دقيق جدا فيها، وقبل تقول كلمة الكلمة دي هتلزق في المريض فترة طويلة قوي، فلازم تكون حريص ما تستعجلش في التشخيص بتاعك. طيب في عندنا الحاجات اللي بتقول ان 70%، وده الجمال وده الشيء اللي بنبشر بيه، 70% من المرضى بفضل الله ممكن يشفوا شفاء تاما خاصه اما يتشخص في السن الصغير. 70% ممكن يشفوا شفاء تاما من غير اي مشاكل، وحتى مش بيستمروا على الادويه. لكن في من دون تاني ممكن في بعض الناس تاني ممكن لغايه 80% يبقى عندهم اعراض خفيفه كده متقطعه كل فتره والتانيه، او ممكن يجي لهم انتكاسات كل فتره والتانيه. ده بيتوقف على نوعيه العلاج ونوعيه البيئه المسنده اللي بتقدمها للطفل او الطفله او المراهق في الفتره دي. كل ما 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 يتشخص المريض ماشي مبكرا بنضمن ان يكون فيه اريحيه وفيه تحسن وفيه انتاجيه اكتر. ايه الحاجات اللي تقول ان الحاله مش كويسه في التشخيص؟ ماشي، لو المريض اتشخص متاخر، لو كان المرض فتره طويله قوي، لو كان المريض في مصاحب الحاله مصاحبه بعوارض ذهنيه، برضه الدخل المادي او الوضع الاجتماعي للاسره ماديا واجتماعيا برضه بيفرق معانا في التشخيص. لان بنقول مثلا الاسره اللي قادره ماديا نسبيا هتقدر تعالج، تقدر تستحمل الدواء، تقدر تستحمل الجلسات السلوكيه، تقدر تستحمل العلاج المساند او الداعم، بعكس مثلا الاسر المتوسطه الحاله او الفقيره بيبقى صعب العبء عليها، عبء اكتر شويه، ودي تكون مسؤوليه الدوله ان توفر لهم علاج في المصحات النفسيه الكامله او في اماكن الرعايه الخاصه بتاعتهم، يدي لهم جلسات سلوكيه مجانيه. برضه لما يكون مبني على حوادث سلبيه كتير في الحياه، نرجع تاني للبيئه اهو، اما يبقى فيه خبطات كتير في الحياه واوجاع كتير، معنا انفصال الاب والام، الوضع الاسري المادي سيء، حوادث مثلا للاسره، وفاء بالفقدان او الوفاه، إساءة التعامل في المدرسة، التعرض للتنمر أو التحرش مثلا لا قدر الله في السن الصغير، برضو بيخلي القصة كده إيه سخيفة شوية وممكن تطول معانا. برضو لو كانت مبنية على وضع إن في تاريخ أسري للبايبولاريتي، يبقى هتطول القصة معانا شوية. بس أقول لك والله يا دكتور بس ده كان جده مش عارف عنده إيه، أو جدته أو عم أو خاله، يبقى برضو القصة هتطول معانا شوية في البايبولر، حتى لو كان الطفل صغير ساعتها وحتى لو كنا شخصناها بدري. الاسباب بتاعت البايبولر ديس اوردر لازم نكون عارفين ان هي دايما بيقول في الطب النفسي كل الاسباب اسباب متعدده متداخله، ما فيش حاجه اسمها واحد لوحده. يعني انا عارف ايه اللي عور صباعي، السكينه، شكرا جزيلا، سبب الجرح السكينه. لكن في الطب النفسي ايه اللي اثر؟ لا، بتبقى مالتي فاكتوريال شويه، اكتر من عامل في وقت واحد. قلنا قبل كده عشان اسهل عليكم ما ادخلكمش في فتيات، قلنا في الفاميلي ستريس، التاريخ الاسري الجيني، التاريخ، البيئه المسنده، المواد العضويه كمرضيا، مثلا شاب صغير او طفل صغير مثلا عنده نيفروتيك سندروم ولا حاجه وبياخد كورتيزون فتره طويله، الكورتيزون عمل له جزء من السايكوزيس وجزء من الهايبر اكتيفيتي كده شويه، فتدخل بايبولاريتي، يبقى انديوسد، يبقى ادويه. الطفل اتلم على شله مثلا لا قدر الله فسدانه وتعاطى حاجات فاتضربت القصه كلها واصبح عنده بايبولاريتي. برضه بيقول مثلا لو كان الاب مدخن وقت الحمل ياثر على الجنين. والله بصوا، الدخان وكتير من الحاجات، الدخان والكحوليات والحاجات دي كلها متهمه ان it might affect، لكن مفيش حاجه كونكلوزيف، محدش يقدر يجزم بها. لو اب بيدخن او امه بتدخن ولا حاجه، قلنا فيها كلام كتير قوي ان ياثر على الجنين او على المولود، لكن القاطع او في الكحوليات. طيب قلنا الحاجات اللي بتاثر برضو، لو كان في عندنا تاريخ للأسرة قلنا هيبقى فيه سبب جيني أو سبب بيئي أو سبب عضوي تاني جانبي، فالأسباب مالتي فاكتوريال. في عندنا زي نشخص بقى الاضطراب الوجداني، زي نقول ده عنده اضطراب وجداني أو ما عندوش اضطراب وجداني، لازم يكون عندنا مجموعة أعراض، والأعراض دي مستمرة على الأقل خالص، على الأقل خالص فوق الأسبوعين المتواصلين، من أسبوعين لشهر على الأقل.
يعني مثلا مش انا النهارده مثلا النشيط بتاعي يبقى خلاص عندي، لا، او النهارده زعلان، وان بتبقى مجموعه اعراض مع بعضها مش عرض واحد، وبتستمر على الاقل خالص من اسبوعين لشهر متواصل، ما يكونش مثلا يوم وليله ويعدي. طيب هنقول عندنا الانواع، قلنا فيه بايبولر 1 وقلنا فيه بايبولر 2 وقلنا فيه سايكلوثايميك، ودي كلها اكثر من حاله. طيب ازاي نشخص البايبولر بقى؟ لازم يكون عندنا اكثر شيء واحد عارض اساسي، هو الليفيتي، المزاج المنشرح، الطفل او الطفله او المراهق بقى مزاجه عالي قوي، بقى حس بالجرانديوزتي كده وبالعظمه، بقى يعني ده انا الدنيا وما فيها، وده استمر على الاقل خالص اسبوع فما فوق متواصل يوميا مع بعض الاعراض الثانيه. ايه الاعراض الثانيه؟ اللي هو بقى احساسه بالعظمه، قله الاحتياج للنوم، الحركه المفرطه، قله الاحتياج للاكل، الكلام المتكرر بسرعه، الافكار المتطايره، بتكلم في 60 فكره في وقت واحد. بيقولوا كده بالمصري، يقول لك ده بيتكلم ب60 لسان، ايه ده؟ ده يعني يترك، يقول لك بيتكلم زي البرباند يعني، مفيش فاصل. تخيل يتكلمك مثلا النهارده دلوقتي بيتكلم في الزراعه بس، هوب نط على الصناعه بس، نط على الكهرباء، افكار متعدده قوي. وايه وما بيتعبش، يقول لك ده سبحان الله يا دكتور الواد او البنت مغلبنا، طول الليل صاحي، بينام نص ساعه ويقوم زي الحصان ما يسكتش. يبقى ده ايه؟ دي دخلنا في حته المانيا، المرح الذهاني، المانيا، نشيط، حزب العظمه، منتشي، وساعات تجي له بقى افكار ذهنيه ان بقى انا المهدي المنتظر، انا الرسول، انا الملك المهم، او انا مثلا الامير فلان، او انا الضابط يعني، يقول احسن كده شخصيات عظمه داخليه جواه. يبقى ده كده بنتكلم في مين؟ في حته المرح الذهاني او المانيا، في الاقل منها شويه اللي هي الهايبومانيا. بقى الهايبومانيا بيبقى ايه؟ بيبقى برضه نفس الفكره، منتشي، منتفخ، بس بقى الهايبومانيا لسه عنده جزء من الادراك شويه. يعني ايه؟ يعني بيحاول يخليها جول دايركت كده، يعني بتحرك، فبدل ما بيحرك من غير لازمه، لا انا كنت بجيب كوبايه الميه، يعني بيدي راشونال للحركه بتاعته. ماشي، بيضحك كده وبتاع، والله افتكرت حاجه بتضحكني، مش عاوز يقول ان هو منتشي لوحده او سعيد لوحده، يبقى دي الهايبومانيا. نيجي بقى للثالثه الاهم اللي هي الديبريشن. بقى الديبريشن قلنا نفس مواصفات الاكتئاب اللي قلناها قبل كده، مش هنعيده، عند الكبار برضه عادي نفس مواصفات الاكتئاب، تيبيكال الاكتئاب. بس بقى في قلنا ليه بايبولاريتي؟ لان هي مالهاش ريتم ثابت، بتبقى بتروح بين ده او بين ده او بين ده. ممكن واحد يقعد اكتئاب خمس ست نوبات اكتئاب، وبعدين في الاخر يقلب، نكتشف انه كان بايبولار. عشان كده الناس بتختلف في التشخيص. ليه بقى؟ اما يكون الطفل او المراهق مرح ونشيط وحلو ومبسوط وبيدخل يخلي الفصل كله منتشي وبيضحك وحبوب عند المدرسين، ما حد بيفكر ده مرض، لك الله ده روح حلو قوي ما شاء الله، وبتاع المدرسه ممكن تستغله، اطلع ودي الكراسات، هات الكتب، احضر مش عارف ايه، روح هات لنا ايه، والبيت كله يستغله على فكره من الطاقه بتاعته، وهو عاوز يساعد، هو متبرع بالمساعده. ودي برضه يخلي تشخيص المانيا، المرح او الهايبومانيا الاقل منها، اقل شويه في التشخيص، بعكس ما يكون الاكتئاب يقول لك والله الواد معاك انه بيخلي الدنيا غم، لا نروح دكتور خير، الواد ما بيتكلمش، ما بينطقش، زعلان، ما اضطرب النوم. فالاكتئاب في المرحله الاكتئاب بيشخص اكتر، والناس في الغالب بتفرح بالمرحله مين؟ اللي بتاعت الهايبومانيا، رغم ان الاثنين مرض. بالعكس الهايبومانيا قد تكون اخطر خطوره، الهايبومانيا ممكن يحط نفسه في مشاكل، ممكن ينتجه ناحيه التعاطي او المخدرات، ممكن ينطلق ناحيه العلاقات الجنسيه، مفيش فرامل، خلاص الفرامل باظت. الاكتئاب ملموم شويه، يعني الاكتئاب هو محبوس قدام عينينا على راي مثل المصري، محبوس، فاقل شويه في الضرر. ده الاعراض اللي بتيجي. طبعا التقلب بين الاثنين ملوش قانون، يعني ممكن واحد يقعد سنه واثنين وثلاثه بس في المرحله الاكتئابيه، وممكن مره واحده يجي له مانيا او هايبومانيا او العكس حسب ما يجي. يا ترى يا دكتور العلاج بيجيب نتيجه جدا، بس في بقى المشكله اللي قول لي الفرق بيه، هو ابننا بايبولر ولا اي دي اتش دي؟ دي بقى المشكله. طب تعالى بص كده، هقول لكم الاعراض المشتركه بين الاثنين. ضعف التركيز في الاثنين، القلق في الاثنين، ماشي، الملل في الاثنين، الانتقال من وظيفه لوظيفه او من عمل لعمل موجوده في الاثنين، العزله احيانا موجوده اكثر في البايبولاريتي، لكن ممكن تكون موجوده ان من كتر الخبط والترزيع في الحركه حبسوه في البيت ولا حاجه، ما خلطوش بالمجتمع، بس عزله اجباريه. صراع الاسره موجود في الاثنين،
ان كان باي بولر بتقلب مزاجه بتغير بتاع الاسره بتخانق معاه بطل خبط بطل كسر بطل حركه، وبرضه نفس الفكره في الاي دي اتش دي. طب الاداء الدراسي موجود في الاثنين، مضطرب في الاثنين، الشهيه الاكل والشرب واضطرابات النوم موجوده في الاثنين. فعشان كده بيقول ان التداخل بتاعهم صعب قوي في التشخيص الا اذا قعدنا وعملنا سايكومتري جود سايكومتري، وبنسميها جود هيستوري تكنيك، بناخد التاريخ بدقه وبهدوء وبنطول في العياده مع المرضى اللي بالشكل ده. العيب في الجزء الاكتئابي قلنا رغم ان الجزء الاكتئابي هم اللي يجيبوه، ان الجزء الاكتئابي احيانا الاهل ايه يقول لك ده طفل مكتئب، ده بروطه، ده حزين، ده منعزل، فيسيبوه شويه فيصاحب في السن الصغير للاسف مين؟ بالاهمال وبعدم او بسوء الرعايه. يعني الاهمال وسوء الرعايه، الاهل سايبينه ورامينه في البيت ومش مهتمين بيه، ما حدش مراعيه. بعكس الواد الحلو كده اللي بيضحك وبيحرك، ولا البنت اللي بتحرك، الاهل مهتمين بها او عاطينا صوره رغم ان هي في هايبومانيا ومش واخدين بالهم او في حاله من حالات الانتكاسيه بتاعت من البايبولار ديس اوردر. عشان كده الجزء الاكتئابي فيها بقى مظلم شويه، وساعات بنظلم فيها الاطفال قوي. لكن طبعا الجزء المرح الذهاني بيبقى الناس فرحانين بيه في الاول، اللي مش فاهم بالظبط فرحان بيه. على المثل المصري يقول لك اللي ما يعرفش يقول عدس، ما يفهمش في القصه كلها. طيب قلنا في علاج ولا فيش علاج؟ في علاج. طيب يا ترى العلاج بتاعنا عباره عن ايه؟ كل الناس اللي بيقولنا العيادات خايفين جدا من فكره الادويه. تاني بعيد، العلاج عندنا بنركز في البايبولا خاصه ما يبقى مانيا ولا هايبومانيا، بنركز فيهم قوي على فكره الادويه اللي تلم الدور بسرعه، اللي تخلي المريض فكره العوارض الذهنيه اللي موجوده، القلق، عدم اضطرابات، عدم انتظام النوم، فقدان الاكل والشرب، الكلام كتير بيقول لك الدور دلوقتي فضحنا او البنت فضحتنا، بيتكلم في كل حاجه ما بيفرمرش. فالجزء الدوائي يا جماعه، الجزء الدوائي في البايبولار مود ديس اوردر جزء اساسي في العلاجات في الاطفال والمراهقين، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل سنه بينزل لنا ادويه بالنسبه للاطفال والمراهقين اكثر امانا من السنوات السابقه، فمحدش يخاف. ادويتنا تاني بقعد كل ما محاضره هقولها ان شاء الله هقول ان ادويتنا في الطب النفسي اخف ضررا احيانا من ادويه السكر والضغط، ما تخافوش منها ابدا. ما بياخد، ما فيش حاجه عندنا في الطب النفسي اسمها ياخد دواء العمر كله، بناخد دواء مرحله الله اعلم بتطول او بتقصر حسب احتياج المريض وحسب التجاوب بتاع الاسره. ساعات بندي الدواء مثلا 3 شهور، ساعات ندي 6 شهور، ساعات ندي سنه، الله اعلم بالحال، حسب كل حاله بتفصل لوحدها. عشان كده بنقول دايما احنا في العياده ترزيه، بنفصل حسب حاله المريض. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن الاعراض، اتكلمنا عن الصوره العامه، اتكلمنا عن التداخل بينها وبين الاي دي اتش دي. طبعا في بقى حاجات بتبقى تسود ايه الخطوره في حاله لو هو مكتئب ان ينتحر الطفل، من ضمنها لو الطفل وزنه زياده قوي وبيبص لشكله بمنظور سيء، يلا جت من عند ربنا انا مكتئب وقرفان من شكلي، خلاص اقطع نفسي، انتهت القصه بقى الانتحار. تاني حاجه لو فيها برضو جزء من التنمر، واد مكتئب وبيتنمروا عليه في المدرسه فكاره الدنيا كلها، لو فيه تاريخ لمحاولات سابقه للانتحار يبقى عينك اوعى الطفل ده او المراهق ده ان ممكن يهم بالانتحار مره ثانيه. برضو لو فيه كمان تشايلد ابيوز، إساءة التعامل بسرعة، ما كانت الأسرة سيئة في التعامل، الأب والأم، الأقارب، بين قوسين التحرشات الجنسية في الأطفال، فتيجي يعني دي بيسموها القشة التي قسمت ظهر البعير، جت النوبة الاكتئابية في وسط الكلام ده كله، يبقى عرضة الانتحار أكثر أو في السن الصغير. حاجة مهمة كمان قلنا لو معاها لا قدر الله الطفل أو المراهق ده تم انحرافه أو انجرف ناحية التعاطي المخدرات أو الكحوليات أو الحاجات دي كلها، ممكن يبقى الانتحار أقرب ليه شوية. اللي بيخوفني في الانتحار في الأطفال كل مرة بنقولها وفي المراهقين، إن أحيانا بيكون الانتحار جاد جدا ما بيعرفوش يهوشوا، بيبقى الانتحار تك تيجي. يبقى احنا قلنا عشان نتجنب الانتحار نكون حريصين في الحاجات دي كلها، وقلنا الانتحار في الأطفال بيكون جاد شوية فبنخاف منه قوي، فبيكون عيننا حريصة جدا فيه خاصة في البايبولاريتي. قلنا يجي لنا العياده احيانا بتيجي البايبولار دي بصوره اكتر من صوره، ممكن يجي في صوره نوبات زي ما اتفقنا متعدده، ممكن يجي في صوره اكتئاب، ممكن يجي في صوره ابس اند داونز خفيفه مش نوبات، يعني ايه تغير حال كده خفيف متوسط الشده، بس ممكن يجي لنا في مره من المرات نوبه مرح ذهاني حاد او نوبه اكتئاب حاد، وهي بتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للاسره ان الولد او البنت طلع بره الطور مره واحده ولا يتكلم في حاجات وخرابيط مش عارفين يلموه فيها. الخطأ في مجتمعاتنا العربية ان احيانا بيبصوا الموضوع ده على ان هو الواد مسحور، الواد عنده مس، الواد عنده عين، الواد عنده سحر، برضه بيبصوا فيها شويه بالمنظور الديني. يعني لازم نكون حريصين ان في حاجه اسمها ماشي، حتى لو انت شكيت كأب وكأم في حاجات زي دي، يا عم ماشي احنا مش ضد الرقية الشرعية، لكن احنا ضد الإهمال في العلاج،
الجا بسرعه ما تطولش او الجا للدكتور باسرع ما يكون. بيقول كل ما بتشخص بدري كل ما يكون التحسن افضل بفضل الله سبحانه وتعالى. في عندنا المشكله ايه؟ انك انت طب ايه مشكله الباي بولر؟ طب ما الواد بيفرح وبيضحك وبيلعب. لا، ما هو بيضحك وبيلعب وبيجري بس الاداء بتاعه والتحصيل الدراسي بتاعه بينهار وبيقع. يعني يا فرحتي ده بنسميه كده مثلا ايه؟ الجوكر بتاع الفصل. الجوكر بتاع الفصل لان بيعمل كل حاجه في الفصل حلو قوي، المدرسين كلهم بيحبوه، بس هو التحصيل الدراسي بتاعه زيرو، لان هو عاوز يساعد المدرس ده وعاوز يجري هنا وعاوز يلم الحاجات اللي في الحوش وعاوز ينظم الطابور. حلو قوي، طب تعالى ذاكر يا ابني، مفيش مذاكره. فالتحصيل الدراسي في السن ده مهم جدا جدا، خاصه لو هو يعني احنا بنقول بيتكلم في الاطفال والمراهقين اللي كانت في مرحله التعليم من قلنا من 10 سنوات لغايه مثلا 18 سنه ولا 20 سنه، اللي هي مرحله التعليم الاساسيه، بالتعليم الاساسي بالتعليم الثانوي بالتعليم الجامعي. يعني مستقبل ابن او بنت كله مبني على المرحله دي. في المرحله دي لو عدت عاصفه من اضطرابات البايبولاريتي باكثر من نوبه من عدم الانتظام في علاج، ممكن اتوقع ان الولد ما ينجحش وما يجيبش يعني ما يبقاش ليه وظيفه بعد كده. بعكس ان لو اتعالج، في عندنا مرضى بايبولار مودس اوردر من الاطفال وبقوا دكاتره ومهندسين، ما فيش اي مشاكل ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى، التزموا بادويه وبرنامج علاجي معين وصلوا اللي احنا عاوزينه بفضل الله سبحانه وتعالى. البايبولار مودس اوردر من الحاجات العلاج فيها سهل لكن للاسف الاهمال فيها اكتر. في عندنا المشاكل كلها، في عندنا في حاجات ريسك فاكتورز كتير قوي اللي عوامل الخطوره. عندنا مشاكل المدرسه، خلي بالك دي في في, في الطفل اللي عنده بيبر. كل يوم ممكن تجيله شكوى من المدرسه، مشاكل المدرسه. عندنا مشاكل الاندماج والانخلاط ناحيه المواد المخدره، يعني خاصه لما يكون في المانيا والهايبومانيا، ولا حتى لو في الاكتئاب حد من زمان يقول انت زعلان ليه؟ طب ما ناخد لك حبايه من الابيض ده يخليك مزحزح ومفرفش. هياخد حبايه الانتحار ممكن يجي في الاكتئاب، ممكن يجي حاجه اسمها سلوك انتحاري مع الهايبومانيا والمانيا، ان ده انا اقدر اطير. ايه؟ اي اقدر اطير، ده انا احسن واحد بيلعب كاراتيه، ولا بيلعب كاراتيه ولا نيله، ويحط نفسه في مشاكل ويتخانق مع ناس ممكن هوب ينضرب ضربه ولا حاجه تبقى قاتله، او يعمل حركه تقتله، يبقى سلوك انتحاري ممكن يؤدي للوفاه. برضو في حاجه ثانيه، الاختلاط الاجتماعي، التعامل الاجتماعي. تخيل وانت قاعد انت وابنك او بنتك خايف ان يقعد قدام اخواله او عمامه او خالاتها او عمتها لانها تتكلم في كلام لا يليق، الفرامل بايظه وتسارع الافكار، مش عارف القنبله هتطلع امتى في الكلام. انا عندي حالات راح المساجد مثلا اطفال صغيرين او مراهقين كده، وقام وقف وخطب وانا الخطيب الفلاني وانا وبنفاجئ مثلا ساعات ان نلاقي الطفل ده اهله كلهم مش عارف ايه متاخدين ومسحوبين وهوب جايين بالشرطه مثلا المستشفيات اللي شغالين فيها عشان نشوف تقرير عن حالته العقليه. لان لو حالته العقليه سليمه تدخل اهله في مشاكل، بقت مشاكل مع الشرطه. فاهمين الفكره؟ يبقى احنا دي المشكلات اللي موجوده. برضو زي ما اتفقنا البايبولر دايما بنخاف منه في السن الصغير ما بين التعارض بينه وبين الاي دي اتش دي. هل هو اي دي اتش دي ولا لا؟ في حاجه ثانيه في الاطفال بيسموها اوبوزيشنال ديفيانت ديس اوردر، يعني اللي هي العناد المرضي بتاع الاطفال. يا ترى هي منها ولا لا؟ برضو في عندنا اتفقنا ما حدش يغمض عينيه يا جماعه، ما تحطوش دماغنا في الرمل زي النعامه. التعاطي والمخدرات في الاطفال والمراهقين بقت منتشره جدا، العالم كله في كف ابنك بالمحمول بتاعه. عندي حالات نومت في عنايات مركزه مراهقين عشان جابوا ادويه مجهوله الهويه من دول اجنبيه تبعد الاف الاميال عن بلادهم، بس باوردر عن طريق النت. برضه ما نغمضش قوي لان التعاطي بتاعها مؤذي. الانكزايتي الجنراليزد انكزايتي اوردر هنعمل لها حلقات ثانيه. في عندنا من 30 ل 70% من البايبولر مختلط فيها انكزايتي. برضو ساعات بيكون البايبولر مرتبطه شويه او مختلطه مع حالات الصرع، يعني في بعض الاطفال بي عندهم مع البايبولر في صرع، عشان كده ساعتها بيضطر ما تستغربش اول ما تكون الولد مثلا بيتحرك ولا تلاقي الدكتور قال لك معلش محتاجين رسم مخ. يا دكتور ايه المخ سليم؟ يا عم محتاجين رسم مخ. طب ما احنا عملنا اشعه طلعت سليمه الام ار اي مثلا. بس في الام ار اي بتدي شيء ورسم المخ يدي شيء ثاني، فما تندهش اول ما الدكتور يطلب منك رسم مخ، لان احيانا بيكون مصاحب مع البايبولاريتي نوبات صرع او تشنجات. برضو خلي بالكم في حاجه مهمه جدا، ليه البايبولاريتي بيبقى فيها مشاكل؟ لان قلنا زي ما قلنا الكلمه هي بايبولر ولا اي دي اتش دي، وهنعد 10 مرات لو قلنا ومش بنغلب. هي بايبولر ولا يعني اضطراب وجدان اثناء القطب ولا فرط حركه وتشتت انتباه؟ لان العلاجين شقين، يعني في ادويه مشتركه بين الاثنين، بس ساعات في ادويه ستيمولانت بتنشط
صح 200. لو حطيتها مع الكل مع الباي بولر انت نيلت الدنيا كلها، لو حطيتها والادويه اللي بتثبط وبتلم لو حطيتها مع الاي دي شي انت نيلت الدنيا كلها، فلازم تكون برضه حريص في الاثنين. سامحونا لو كنا طولنا عليكم، الموضوع كبير قوي ويحتاج اكتر من حلقه، وباذن الله سبحانه وتعالى هنحاول نوفر حلقه ثانيه للرد على الاسئله والاستفسارات. اشوفكم على خير، شكرا لحسن استماعكم وسعة صدركم، ونشكر جمعية إشراق على إتاحة هذه الفرصة لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.